الله تعالى أنيس القلوب المجروحة، وملاذ الأرواح المكروبة، وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف، وهو أمل كل مؤمن. الله هو الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه، وإذا أغلقت أبواب البشر في وجهك اتجهت إليه. الله تبارك وتعالى الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من أجل أن يسمع دعاءك، يسمع استغفارك، يسمع تبتلك. الله تبارك وتعالى هو الكريم الذي إذا رفعت يديك إليه يستحي أن يردك خائبا. الله تبارك وتعالى هو الحليم. الله أكبر، كم يحلم الله عليك، كم ليلة نمنا ونحن منهكون في المعاصي، ويرانا ويعلم بحالنا ولا تخفى عليه الخوافي. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا هو الله جل جلاله، ومع ذلك يحلم علينا ولا يؤاخذنا بذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كم على وجه الأرض من إنسان يدعي أن لله ولد، ومع ذلك لا يؤاخذه ويحلم عليه. وكم من إنسان على وجه الأرض يشرك بالله، وكم خرج من أبناء جلدتنا الآن من ينكر وجود الله، ومع ذلك الله حليم لا يؤاخذهم. ومجرد أن تتوب يفرح بك أشد من فرحة ذلك الذي كاد أن يهلك في الصحراء ثم وجد دابته. لماذا يفرح بك؟ هل ستزيد في ملكه شيء؟ هل ستنفعه شيء؟ هل ستضره شيء؟ يا أخي، ملك السماوات جزء من ملكه، فيها ملائكة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله أو راكع، كل هؤلاء عبيده، فلا تظن أن عبادتك تنفعه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ومع ذلك مجرد بأن تتوب يفرح، ثم يأمر الملائكة أن تبدل سيئاتك حسنات، ثم يرفع قدرك ويشرح صدرك ويحبك الله. هذا هو الله جل جلاله. وإن سألت عن ستره فكم يسترنا ونحن نبارزه بالمعاصي كل يوم وليلة. تخيلوا لو أن الذنوب لها روائح، والله ما يطيق أحد جسمه. وكلنا يعرف قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي خرج موسى ومعه 40,000 مقاتل، ذهبوا إلى القتال، فلما كانوا في أرض المعركة قل عنهم الماء، فقالوا: يا موسى ادع الله لنا أن يغيثنا. فوقف موسى يستغيث: يا رب أغثنا. فقال الله له: يا موسى، إن في جيشك رجل يحاربني بالمعاصي من 40 سنة، وما دام هذا فيكم لا ينزل المطر. قال: كيف أجده بين هذه الآلاف؟ قال: يا موسى نادي ونحن نقذف في قلبه أنه المقصود. لماذا؟ لأن الله يعرف ويعلم به، ولكن يريد الله أن يعلمنا ستره ورحمته. فيقوم موسى ينادي فيعلم هذا الرجل أنه المقصود، فيدخل وجهه في ثوبه
لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله، ويقول: يا رب أفتضح بين الناس إذا خرجت، وإذا بقيت لا ينزل المطر. يا رب اللهم إنها توبتي، فاقبل توبتي يا رب، ويتوب توبة الصادق. والله يعلم من هو الصادق في توبته من الكاذب، لأنه يعلم ما في القلوب. ثم بعد ذلك يأتي السحاب وينزل المطر وتشرب الناس، فيقول موسى: يا رب نزل المطر وما خرج العاصي. فيقول: بذنبه منعته المطر، وبسبب توبته جاءكم المطر، يا رب دلني عليه. قال: يا موسى سترته 40 سنة وهو يعصيني، أفضحه بعدما تاب إلي؟ يا الله، ما أعظم الله وما أعظم جهلنا بالله. فيا أحبتي، ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا لطيف، القرب منه سعادة، وحبه أنس وفوز. والله ما خاب عبد تعلق بالله. الله هو الذي يشرح صدرك، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يشفيك، الله هو الذي يصلح أولادك ويحييك الحياة الطيبة. الله سبحانه وتعالى قال لي ولك أن كل إنسان يلجأ إلى الله سوف يحييه الحياة الطيبة. فلنقبل على ربنا وأبشروا بالخير بإذن الله تعالى. وفي الختام لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.